وجع مستدام لأعداد كبيرة من المعاقين الذين فقدوا أطرافهم العليا أو السفلى أو كلاهما جراء وجود آلاف من الألغام التي تغزو مساحات شاسعة في مختلف مناطق العراق، لا سيما التي شهدت سيطرة عصابات داعش الذي لم يترك أرضا إلا واستخدم فيها العبوات الناسفة وبتقنيات ربما صعبت من عملية كشفها. بثناء الواجب كنا طالعين واجب راجله في منطقه اللطيفيه، فبثناء الواجب طقت علينا عبوه ناسفه، واثر العبوه الناسفه صار عندي بتر الساق اليمنى مباشر بالمستشفى بتروها. دعم ماكو، بس اني يعني اول سنتين بالمجال عملي توقفته. هنالك توجيه وتواصل مستمر من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء لتوفير هذه المستلزمات للمعاقين، سواء معاقي الحرب او مع قواتنا الامنيه والاعاقات الناتجه عن التفجيرات. دائره شؤون الالغام التابعه لوزاره الصحه والبيئه العراقيه، وخلال حفلها بمناسبه اليوم العالمي للتوعيه بمخاطر الالغام، منحت شهادات تفويض عمل لثلاث منظمات دوليه ستعمل على إزالة المخلفات الحربية والألغام. شهد هذا اليوم منح ثلاث منظمات تفويض، وهذه من المنظمات العملاقة، منظمة ماغ البريطانية ومنظمة FSD السويسرية والMBA. حقيقة منحناهم كافة فعاليات شؤون الألغام بضمنها إزالة العبوات الناسفة الIED. وداعش استخدم تكنولوجيا حديثة في صناعة العبوات، فأصعب شيء ممكن واللي أنا حقيقة عرضته دوليا هو استخدام أشعة الإنفراريد، الأشعة تحت الحمراء، في صناعة العبوات الناسفة. فهذه ما ممكن نشوفها، بالتالي أنه يعني بها خطورة جدا عالية، لأنه لا يمكن أنه يعني لا يمكن مشاهدتها يعني بالنظر الاعتيادي. أكثر شيء نعاني من عنده هو متابعة الإجراءات الإدارية. الإجراءات الإدارية عندنا الموافقات الرسمية بصعوبة نحصلها من عمليات مثلا نينوى، مثل من عمليات الأنبار لتسهيل مرور العجلات والكوادر اللي تروح بالتوعية. ووفقا لاتفاقية أوتاوا، يحظر نقل واستخدام الألغام المضادة للأفراد والقنابل العنقودية والأسلحة التقليدية، لكن الغريب في الأمر إن مجمل المحظورات هي ذاتها التي استخدمت في أحداث العراق بعد العام 2003 ومعارك التحرير ضد الإرهاب. أرشد الحاكم، الرشيد، الفضائية.